السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله أخوتي أخواتي غادي نتقاسم معكم هالطاجين هذا، درتو للعشاء وقلت علاش لا ما نتقاسموش معكم، نشارك معكم الطريقة المعتمدة عندي في تحضير الطاجين بالدجاج والزيتون والفريت، كيجي معلك وبنين بزاف ما تشبعوش منه. المهم ما نطولش عليكم وندوزو المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله، عندي هالطاجين هذا اللي مشعل عليه البوطر راس صغير، ودير هذيك الحديده باش ما يطرطقش ليا الطاجين. المهم كندير شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال زيت نباتيه. غادي ندير هنايا طريفات ديال الدجاج، غادي ندير الملحه، غادي نملحو دابا فهاد المرحله هذه صافي، وغادي نخليه يتقلى ليا مزيان في داك الزيت هكا مره كنقلبو هكا الدجاج حتى كيتقلى لينا مزيان من الجهتين. صافي هنا غادي نضيف واحد الحبه ديال البصله اللي تكون كبيره مشلضه، غادي نضيف واحد 3 دروس ديال الثومه. وبالنسبه للكميه ديال الدجاج راه كتبقى على حسب يعني عدد الاشخاص شحال نتوما في الدار، ممكن تنقصوا من الكميه ممكن تزيدوا. بالنسبه للدروس ديال الثومه ممكن تحكوهم، انا غير قطعتهم. غادي نضيف هنايا واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، انا درت غير هذا عندي في المجمد، الا كان طري كان احسن. وعندي هنايا اللب ديال الحامض مصير البلدي، حيت لي غير داك العظيمات صافي وضفته هكا. بالنسبه للعطريه غادي نضيف الخرقوم البلدي، شويه ديال البزار، سكينجبير، واحد شويه ديال التحميره او البابريكا غير باش نصحوا اللون. عندي العطريه ديال الدجاج، الا ما عندكمش ديروا العطريه عاديه. واحد شويه ديال القزبر يابس حبوب مطحون، واحد ربع مكعب ديال غير شويه ديال الدويمه ديال الزعفران صافي. وغادي نحرك مزيان هكا حتى تدخل لي ديك العطريه في الدجاج. كنبقى نقلب في الدجاج من هاد الجهه ومن هاد الجهه حتى كي يتشرمل ليا مزيان بالعطريه. بالنسبه للعطريه ديال الدجاج الفنسي الا ما توفرتش عندكم ما ديروهاش، ماشي ضروريه، غير العطريه العاديه راه كافي وكيجي بنين بزاف. انا غير حيت متوفره عندي من اللي ما كتكونش راه ما كنديرهاش. صافي دابا غادي نغطي على الطاجين ونخليه يتقلى مزيان. هنا ملي تقلى ليا مزيان داك الدجاج والبصله والعطريه، دابا غادي نضيف الزيتون. عندي انا هاد الزيتون هذا مسلاله، هذا ديال الدار، ممكن ديروا الزيتون اللي توفر عندكم، زيتون احمر ولا زيتون اخضر. هذا كما شفتوا معايا قلت لكم راه الزيتون ديال الدار. صافي عندي هنايا ديك القشره اللي بقات ليا ديال الحامض المصير، غادي نغطي على الطاجين وغادي نخليه يطيب على المهل. انا الماء راه ما ضفتوش لان الدجاج راه كان عندي في المجمد هو طلق الماء. نتوما الا درتو الدجاج يعني ماشي ما كانش في المجمد غادي ديروا واحد نص كاس ولا كاس ديال الماء طايب، مرقوا بالماء طايب. المهم انا المره ما ضفتوش نهائيا، غير خليته على الراس صغير حتى طبع على خاطره، ما احتاجيتش نهائيا نضيف الماء. والطاجين اللي نشف لكم راه دائما كنمرقوا بالماء طيب كما معروف. هنا الدجاج صافي راه طاب كما شفتوا، راه كيولي زبده ووقف في الزويته ديالو صافي جا مدغمر. دابا غادي نغطي عليه ونخليه على جنب وغادي ندوز باش نقليو البطاطا. عندي هنايا واحد جوج بطاطات كبار شي شويه،
المهم قطعتهم صافي ودرت الزيت تسخن وغادي نقليهم. راه دغيا كيوجد هاد الطاجين صراحه كياخدش بزاف ديال الوقت، الدجاج معروف دغيا كيطيب. صافي هنا راه حيدت القليه الاولى وغادي ندير القليه الثانيه، والطاجين ديالنا هو هذا، راه عاود سخنته شي شويه حيت كان شويه برد. صافي وكنقدموه بالصحه والراحه، كيجي من آلة واروع ما يكون. جربوه بطريقه بسيطه جدا، يعني ما فيهاش تعقيدات، عادي جدا طويجين، ولكن البنه راه ما نعاودش لكم كيجي. يا سلام، وكنقول لكم مع فيديو جديد. مع السلامه.